أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج ما وراء الحدث، نخصصه اليوم للدعم المغربي الدائم والثابت للفلسطينيين سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا. يسعدنا كثيرا أن نستضيف الدكتور عبد الحكيم وادي، وهو أستاذ جامعي فلسطيني وخبير في القضايا الاستراتيجية، سيكون معنا من مراكش. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا الدكتور مختار غباشي، الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي للدراسات من القاهرة. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. ويسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد الدردالي، وهو رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات وأستاذ بكلية الحقوق بتطوان. دكتور درداري أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم دكتور عبد الحكيم وادي. الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي، ما الذي رشح عن اجتماعها الذي عقد بعمان بالأردن؟ مساء الخير لك الأستاذة جوهرة وللضيوف والمشاهدين الكرام. بالنسبة إلى اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة الإجراءات غير القانونية في القدس المحتلة، هذا هو الاجتماع الرابع لها بعد أن تشكلت العام الماضي في شهر مايو 2021، والتي نتجت على هامش مجلس الوزراء العربي العدد 157. طبعا أهداف هذه اللجنة كانت مهمة بالنسبة إلى الفلسطينيين، ومهمة إلى ما يحدث في القدس المحتلة وما يحدث من اعتداءات قمعية وإجراءات تعسفية من طرف المستوطنين ومن طرف جماعات تحاول متطرفة تحاول تأجيج الصراع والإشكال في شهر رمضان الفضيل. طبعا المشكلة الأساسية والخطيرة لما يحصل في القدس هي محاولة الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني والسماح إلى أماكن محددة بدخول منها المستوطنين، وكذلك الزمان التوقيت المحدد لدخول المسلمين لأداء الصلوات الخمس. طبعا أهداف هذا الاجتماع هي تتكون اللجنة من خمس دول أساسية، هي مصر والسعودية وقطر والمغرب والأردن وفلسطين، إضافة إلى الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الدولة البلد التي تكون رئيسة إلى القمة العربية. طبعا أهداف هذه اللجنة ما نتوقف أولا إذا تفضلت عند القرارات التي رشحت من هذا الاجتماع. نعم، النتائج التي خرجت عن هذا الاجتماع هي إدانة الاعتداء التعسفي على المصلين، المساء إدانة الاعتداء على المسجد الأقصى، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك وتحديد مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عبر اللي هو الفريق الدبلوماسي العربي في الأمم المتحدة، وحتى التواصل مع الدول التي لها تأثير في صناعة القرار الدولي. ضرورة تنفيذ الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس المحتلة على وجه التحديد، لأن هذا الاعتداء يتكرر دائما وسنوي. يعني إذا ما عدنا إلى عام 2000 نجد أن انتفاضة الأقصى وأسباب اندلاعها هي زيارة رئيس الوزراء الأسبق شارون إلى اقتحامه إلى المسجد الأقصى، وبالتالي تسببت إلى قطع العلاقات ما بين المغرب وبين إسرائيل بسبب هذا الانتفاضة في عام 2000. الآن نحن بعد 22 عام من هذا الحدث، يتكرر الحدث المأساوي بشكل مستمر في اعتقال المصلين وفي إطلاق النار عليهم، في عدد الإصابات وارتفاع عدد الإصابات، في المساس بهذا المكان المقدس الذي يستفز مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم. وبالتالي القرارات التي خرجت بها هي دعم موقف المغرب في والإشادة بموقف الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس الذي يدعم صمود السكان الفلسطينيين في القدس، واتصاله المباشر قبل 4 أيام بالملك عبد الله الثاني في الأردن، والتنسيق إلى إيجاد موقف عربي موحد في التصدي ووقف هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها المتطرفون من المستوطنين، وعلى رأسهم حتى أعضاء كنيسة إسرائيل المتطرفين مثل ابن عفير وإلى آخره. هذا الاجتماع والضغط الدبلوماسي وحتى العلاقات الثنائية بين الدول التي وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل والدول العربية كان له الأثر في منع الحكومة الإسرائيلية أن أخذت قرار بمنع
دخول المستوطنين خلال العشر الأيام المتبقية من رمضان أو المدة المتبقية من رمضان. كذلك الأمر أنه لا ننسى دور الإمارات عندما استدعت السفير الإسرائيلي واحتجت بشكل شديد على 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 هذه الانتهاكات والقمع والاعتداء على المصلين وعلى الأماكن المقدسة حتى على الأماكن المسيحية. يعني هناك قرار إسرائيلي بمنع المصلين من دخول كنيسة القيامة، وهذا يعتبر استفزاز للوجود الفلسطيني ومحاولة تقليل عدد المصلين في الجانب المسيحي والإسلامي، إضافة إلى محاولة التأثير على الوصايا الهاشمية التاريخية التي تتبنى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولة حصار وعدم تحرك موظفين وزارة الأوقاف الأردنية الموجودين في 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 المسجد الأقصى الذين يقوموا بدورهم في 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 منع هذه الاعتداءات، إضافة إلى أن المستوطنين يحاولون الاعتداء على 144 فدان، والفدان هو عبارة عن 1000 متر من باحة الأقصى التي هي معدة خصيصا للعبادة للمسلمين فقط. ولا واضح تماما. طيب واضح تماما. أمر إلى الدكتور غباشي. أهلا بك دكتور غباشي، ليتك تضعنا في الوضعية الحالية في القدس، كيف هي اليوم؟ يعني خليني أقول لك بالتأكيد، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكريم وللمشاهدين. الوضع في مدينة القدس متوتر للغاية، ما في شك في ذلك. هذا التوتر يأتي من خلال الاقتحامات المتقررة لمجموعة من المستوطنين إلى ساحات أو باحات المسجد الأقصى. أنت بتتحدثي، وهذا الأمر بدأ من أعياد عيد الفصح وجماعات المعبد، وصولا إلى مخطط ذبح القربان الاستيطاني اللي تريد أن يصل إليه في النهاية في باحات المسجد الأقصى. وإحنا عارفين ومدركين أن إسرائيل لها مخطط هيكلي لبناء للمسجد الأقصى منذ 1972 حتى هذا التاريخ، وتسير بنسق يعني متوازي مع كثير جدا من القوانين الإسرائيلية المرتبطة بهذا الشأن. إذا كنت بتتكلمي على قانون التقسيم الزماني والمكاني، أو قانون تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة، أو قانون قومية الدولة أو يهودية الدولة وغيره من مثل هذه القوانين اللي بترجح وجود أو تساعد وجود المستوطنين في محيط المسجد الأقصى وفي داخل المسجد الأقصى، وعمليات تهويد اللي بتتم في محيط المسجد الأقصى خصوصا حي سلوان أو حي الشيخ جراح. فأنت بتتحدثي عن توترات شديدة للغاية. اليوم كان هناك في صلاة الجمعة في حدود 150 ألف مؤدي للصلاة، وحجم التوتر شديد، اعتقالات إسرائيلية لكثير جدا من الشباب، تقييد منزلي لبعض هؤلاء الشباب، إصابات لأكثر من 400 شاب فلسطيني. فالوضع متوتر في محيط قطاع غزة. هناك يعني شكل من أشكال التأهب، وهناك خطر من تأجيج الوضع على غرار ما حدث في مايو أو يونيو 2021. فالوضع الحقيقة متوتر للغاية. وأنا أرى أنه اللجنة التي انعقدت وخرجت ب16 بندا، وهي لجنة وزارية عربية، بعيدا عن كل هذه البنود، لكن معظم هذه البنود بداية من رفض التقسيم الزماني والمكاني، مرورا إلى احترام الوضعية التاريخية لمدينة القدس 144 دونم، وصولا إلى مطالبة المجتمع الدولي أو مجلس الأمن بتطبيق القرارات الصادرة منه 252 لسنة 68، وصولا إلى قرار 2334 لسنة 2016. لكن معظم هذه القرارات لا تستطيع أن تردع إسرائيل ولا ترتقي إلى خطورة ما هو حادث في المسجد الأقصى. ومعلوم أن إسرائيل أو العالم بمجمله لا يحترم سوى القوة، أو لا يحترم سوى الرد اللي يرتقي خطورة هذه الأحداث. أنا أراها أنها أحداث كبيرة وأحداث متوترة للغاية، ومن الممكن أن تفجر الوضع أو تؤججه بدرجة كبيرة جدا، وأن حجم ردود الأفعال العربية والإسلامية لا ترتقي إلى خطورة هذه الأحداث، وما زالت هذه الردود هي في أدنى مستوياتها من وجهة نظر. ماذا بالنسبة إليك الدكتور الدرداري؟ لنتحدث عن تقييمك للدور المغربي، كيف يبدو لك؟
مساء الخير أول. شكرا أستاذة جوهرة، أهلا وسهلا بك وتحية للضيفين الكريمين. بالنسبة للقضية الفلسطينية اليوم هي تعود للواجهة مرة أخرى وتعتبر من القضايا الأكثر يعني تعقيدا على المستوى الدولي. وحينما نعود إلى الدور المغربي ودور المملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مدينة القدس وتجاه السلام بصفة عامة، نجد على أنه تماشيا مع الأنشطة العربية والأنشطة الدولية، سواء من خلال وجود المغرب ضمن مجموعة السفراء العرب أو من خلال تواجده في اللجنة الوزارية العربية التي تراقب الوضع عن كثب، يتبين على أن مظاهر الدعم السياسي المغربي للفلسطينيين هي قائمة وباستمرار وبشكل مستمر، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ ومجموعة من المطالب التي يختص بها المغرب، كدعوة المغرب دائما إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وفصل الدولتين وإمكانية العيش بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين جنبا إلى جنب. ثم المغرب يدعو دائما إلى المشاركة من خلال مجموع الأنشطة سواء على المستوى الإسلامي أو على المستوى العربي، بحيث يدعم الفلسطينيين ويدعم حقوق الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنه يدعم القيادة الفلسطينية ويدعو إلى إيجاد مخرج لهذا التشتت داخل فلسطين، لأن وحدة الكلمة الداخلية لا محالة ستجعل الكلمة العربية والكلمة الدولية أيضا موحدة. فالقضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب تعتبر جزءا لا يتجزأ من الوحدة الترابية، وأن لا سيما أن المغرب جلالة الملك يعني يرأس لجنة القدس، ويدعو دائما جلالة الملك إلى الحفاظ على الطابع الهوياتي التاريخي والديني للقدس وإلى لمدينة القدس، كما أن صدارة الاهتمام المغربي يضع فيها نقطة مهمة ومتعلقة بالقدس الشريف، لأنه يرفض المساس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى الشريف والوضع القانوني لمدينة القدس باعتبار هذه المدينة هي مدينة الحضارات، مدينة الديانات، والدعم الدائم والمتواصل واللا مشروط للقضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو على المستوى الإنساني أو المستوى الواقعي، فالمغرب يحاول أن يدفع بعملية السلام إلى الأمام، لكن يبدو على أن الحركة الصهيونية هي دائمة التعنت وتدعو كأنها تدعو وتطلب من الشعب الفلسطيني بأن يعني يخرج في شكل مظاهرات وفي شكل تظاهرات وفي شكل انتفاضات كل مرة. فحينما نعود إلى الواقع العربي نجد بأننا مشتتين ولا أحد يستطيع أن يوحد كلمتنا، فالفلسطينيين اليوم سواء في الداخل أو في الخارج يحتاجون اليوم إلى كلمة واحدة وإلى تضافر الجهود لإحقاق السلام. فالمغرب وبقيادة جلالة الملك يجعل القضية الفلسطينية في أولويات القضايا، وأن المغرب خصوصا أنه عضو في منظمة التعاون الإسلامي بحيث يقوم بجهود مضنية لكي يبين على أن المغرب بمواقف ثابتة لا يخلط الأوراق، وهو يناصر قضية الشعوب وقضية الفلسطينية على رأسها، بحيث أن منظمة التعاون الإسلامي وأيضا داخل منظمة التعاون الشعوب الإفريقية والأسيوية دائما المغرب يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ويدافع عن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. طبعا أستاذ الكريمة، المغرب في مواقفه دائما ثابت ويولي عناية شديدة وعناية كبيرة للعروبة وللإسلام وأيضا للقضايا المطروحة من قبيل القضية الفلسطينية وقضية الوحدة العربية، لا سيما في الشق الإنساني وفي الشق الدبلوماسي وأيضا في الشق السياسي. طيب أعود إليك دكتور الوادي، كنت قد بدأت في الحديث عن أهمية هذه اللجنة، أريد أن أسألك عن ظروف اشتغالها وكيف تبدو لك القرارات التي تتخذها، أي وزن لها على المستوى الدولي؟ دور اللجنة الوزارية العربية هي مكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة الإجراءات غير قانونية التي تقوم فيها قوات الاحتلال في القدس المحتلة. والمؤتمر الصحفي الذي أجراه أمين جامعة الدول العربية أبو الغيط مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي كانوا لها الأثر بتوجيه النداءات إلى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن بضرورة التحرك ووقف هذا العدوان على المسجد الأقصى. وبالتالي هذا تحرك عربي مميز وفي دفع في دعم القضية الفلسطينية، وهو على اتصال دائم بالمجموعة العربية
في الأمم المتحدة التي تتواصل مع مجلس حقوق الإنسان ومع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع مجلس الأمن وحتى منظمة اليونسكو التي صنفت المسجد الأقصى عام 2016 بدعم من المملكة المغربية وجهود المغرب، صنفت المسجد الأقصى بأنه تراث إسلامي لا بد الحفاظ عليه، وهو يميز مع حائط البراق الذي يتم يعني في المنطقة الشرقية التي تعتبر هي العاصمة لدولة فلسطين التي بنيت على 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 قرار دولتين بجانب يعني دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، قرار التقسيم 181 رغم أنه قرار جائر إلا ولم ينفذ حتى اللحظة، وبالتالي هذه القرارات لها أثر سياسي وأثر دبلوماسي وحتى أثر إنساني، لابد أن يتحرك ضمير العالم بوقف هذه المهزلة. يعني لا يجوز إلى 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 قوات احتلال أن تقسم المكان زمانيا ومكانيا، أماكن يدخل بها المستوطنين يمنع بها دخول المسلمين الفلسطينيين. كذلك الأمر أن من الساعة على سبيل المثال 7 صباحا إلى 11 صباحا لا يدخل بها المسلمين الفلسطينيين، وهي تكون مخصصة إلى المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون بناء أحلام الهيكل وهدم ويدعون إلى هدم المسجد الأقصى ويدعون إلى طقوس تلمودية في ممارسة الذبائح وتقديم القربان. هذه الممارسات كلها مرفوضة، وقد صدر بيان عن اللجنة الوزارية التي اجتمعت بشكل طارئ لوقف هذا العدوان. ولكن مع الأسف الشديد مع الأحداث التي تتواكب في أوكرانيا واهتمام العالم بالحرب في أوكرانيا، نجد أن إسرائيل تستغل هذا الأمر لبسط سيطرتها في المسجد الأقصى ومحاولة تهويد المدينة في إصدار قرارات ببناء مستوطنات جديدة وفي محاولة تكبيل تحرك وموظفين وزارة الأوقاف الفلسطينية والأردنية في المسجد الأقصى، محاولة الاعتقالات الشاملة إلى عدد مئات من المصلين، إضافة إلى استخدام القوة ليس المفرطة، القوة الغير مسموح أن تكون في أماكن للعبادة، لأنه هذا يشكل استفزاز للمسلمين بشكل عام. ولجنة القدس هي تمثل منظمة التعاون الإسلامي التي تحاول الحفاظ بشكل أو بآخر على الهوية العربية والهوية الثقافية والهوية الإسلامية والمسيحية في القدس. ولكن ما يحصل الآن أن هناك أزمة في الحكومة الإسرائيلية بعد انسحاب أحد الأعضاء من الائتلاف، وندرك أن الكنيست يتكون من 120 عضو وكانت الحكومة الحالية تكسب الثقة ب 61 عضو، انسحب عضو والآن أصبح هناك معضلة. فالأحزاب اليمنية تتبارز إلى فرض قوتها حتى تكسب الأصوات وحتى ترضي المتطرفين الذين يتحكمون بأصواتهم في سكوت الحكومة على تلك الاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة كذلك. إذن دور هذه المجلس الوزاري هو كان تحقيق عاجل إلى طلب فلسطيني بضرورة التحرك العربي التحرك الدولي إلى وقف هذا العدوان المستمر الذي يتكرر بشكل دائم ويحاول أن يلعب على سياسة التمييز العنصري، أن يكون هناك أماكن للعبادة إلى المستوطنين المتطرفين داخل المسجد الأقصى، وهذا يمس بالسيادة الفلسطينية وبالدولة الفلسطينية التي تنادي باستقلالها برا وبحرا وجوا، وأن يكون لها سيادة على أرضها في 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 إقليمها وتحديدا القدس كعاصمة أبدية إلى الدولة الفلسطينية، وأيضا أن هذا المكان له رمز يعني إسلامي يخص كل المسلمين العالم. واضح تماما دكتور عليه الصلاة والسلام. طيب لنسمع إلى الدكتور غباشي. دكتور غباشي، كيف يبدو لك هذا الدعم اللامشروط المغربي للقضية الفلسطينية للفلسطينيين وللقيادة الفلسطينية كذلك ماديا ومعنويا؟ يعني خلينا أقول لك بداية من تكوين لجنة القدس أو هيئة القدس التي تكونت 1975،
دعوة من العاهل المغربي في ذلك التوقيت، مرورا بلجنة بيت مال القدس الشريف اللي بتعتبر الزراعة الميدانية لهيئة القدس اللي تكونت 1998، وصولا إلى كثير جدا من المساعدات الإنسانية، حتى قيل إنه القضية الفلسطينية تتساوى بالنسبة للمملكة المغربية على مع قضية الصحراء، يعني بذات الأهمية وبذات القوة. ومعلوم إنه 87% من لجنة بيت مال القدس الشريف تقريبا بتمويل مغربي، ومعلوم انه المملكة المغربية بتبذل جهد كبير للحفاظ على هوية مدينة القدس ومحيط مدينة القدس، وهناك يعني مساعدات كثيرة جدا، اخرها انشاء كلية للزراعة والدراسات البيئية في مدينة غزة بتمويل مغربي كامل، تحديدا في حدود 6 مليون دولار. لكن خلينا اقول لك، المملكة المغربية وكثير جدا من دول العالم العربي بتبذل جهد كبير جدا في مسألة الحفاظ على الهوية، او انها تتبنى طرح هذه القضية، او انه بدرجة او باخرى تبدأ تظل القضية الفلسطينية قضية حية. لكن هو السؤال الصعب اللي بيطرح نفسه في هذا النطاق، هل ردود الأفعال العربية والإسلامية ترتقي إلى خطورة الأحداث الموجودة في مدينة القدس؟ ما الذي يمكنه بالنسبة، ذكرت هذه الجملة مرتين، ما الذي تسميه بالرد المناسب على هكذا اعتداءات؟ ماذا يمكن للدول العربية أن تقوم به من إجراءات فعالة بالنسبة إليك؟ سؤال مهم جدا، وأنا أتصور يعني أهم سؤال ربما في هذه الحلقة يطرح على حجم ردود الأفعال العربية ردا على هذا الموضوع. بالتأكيد، وأنت تتحدثي عن الكيان الإسرائيلي اللي ماشي في مخطط هيكلي موضوع من 1972 ويسير بنسق معين في هذا الموضوع، أنا في إحدى اللقاءات التلفزيونية المصرية تحدثت عن القوانين الإسرائيلية، قانون أملاك الغائبين، قانون تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة، قانون التقسيم الزماني والمكاني، يهودية أو قومية الدولة. في كل هذه الأمور أنا أتصور أن حجم ردود الأفعال العربية لابد أن ترتقي إلى مسائل مهمة جدا. هناك عمليات تطبيع بين بعض الدول العربية وما بين الكيان الإسرائيلي، واجب أن تصل رسالة إلى الكيان الإسرائيلي بأن هذا التطبيع على المحك، وأنه لن يستطيع أن يكتمل طالما إسرائيل تسير في هذا المخطط الهيكلي لتهويد مدينة القدس. الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا، معلوم أن هناك سفراء وقائمين بالأعمال ما بين الدول العربية اللي عملت عملية تطبيع أو الدول العربية اللي لها علاقات بالكيان الإسرائيلي. هل هناك استدعاءات لبعض هذه السفراء؟ هل هناك تجميد طرد لبعض هؤلاء السفراء؟ في هذا السياق اتخذت المملكة عدة إجراءات، أنت تعلم بهذا. نعم، أنا بحدثك بالعموم. قضية القدس هي قضية العالم العربي والإسلامي. المملكة المغربية، أنا حدثتك من 1975 من إنشاء هيئة القدس وصولا إلى لجنة بيت مال المسلمين اللي بتتحمل 87% منها، وصولا إلى منطقة أثرية في محيط القدس بتضم 26 أسرة كانوا موجودين في حي المغاربة أو في حارة المغاربة، الحارة اللي تم تهويتها أو تم هدها سنة 1967، وصولا إلى القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن من 252 إلى 2334. لكن هل مثل هذه الأمور إسرائيل بترتدع منها؟ هو ده السؤال الصعب، لأنه تحميل القضية الفلسطينية أو تحميل قضية القدس للمملكة المغربية فقط أو لجمهورية مصر العربية فقط أو لأي دولة في العالم العربي فقط، هذا ظلم وشكل من أشكال التحميل. إحنا بنتحدث عن عموم جماع العالم العربي وعن عموم جماع منظمة التعاون الإسلامي أو الدول الإسلامية.
اللي المفترض ان مدينة القدس بالنسبة لها بيشكل رمز مهم جدا، حتى بالنسبة لاخوتنا المسيحيين كذلك دكتور غباش، هي قضية نعم طبعاً. نعم انا معاكي، وان عليها ان تتخذ من الاجراءات حديثا مع اسرائيل لمن له علاقات باسرائيل، وحديثا مع الولايات المتحدة الامريكية اللي هي الدولة الاكثر تأييدا لاسرائيل لكي ترتدع اسرائيل. طيب. احنا عارفين ان المواجهات اللي تمت في 2021 تمت بسبب هذه الاقتحامات، المواجهات اللي تمت ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين الكيان الإسرائيلي، لكن بشكل أو بآخر علينا أن نصل إلى شكل من أشكال الجماع العربي والجماع الإسلامي للحديث بلسان واحد مع الكيان الإسرائيلي وبلسان واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع العالم الغربي الدول المؤيدة لإسرائيل، لكي ترتدع إسرائيل من عمليات التهويد. لم يتبقى من محيط المسجد الأقصى سوى بعض الكانتونات وبعض البيوت العربية. عمليات التهويد تسير بنسق متصل حتى في ظل المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني اللي انطلقت في التسعينات، ارتفعت وتيرة الاستيطان 44%، وفي فترة الألفينات ارتفعت وتيرة الاستيطان 33%. ناهيك عن الجدار العازل، كلها أمور تفعلها إسرائيل في ظل المفاوضات. لم تصع أو لم ترتقي هذه المفاوضات سوى قيادات فلسطينية موجودة في الضفة الغربية لا تستطيع أن تخرج منها أو تعود إليها إلا بإذن إسرائيلي. طيب واضح تماما، مسألة معروفة. طيب الإجماع العربي الذي يتحدث عنه الدكتور غباشي الدكتور درداري، كيف يمكن أن يفعل خاصة في الجانب الدبلوماسي على الأقل في هذه المرة؟ أولا الأستاذة الكريمة، الإجماع العربي ينبغي أن يضع محددات دقيقة لنقاش أو مناقشة إسرائيل حول الوضع على الأرض في فلسطين، لأن النقاش ينبغي أن يتوسع ليشمل الدين والتاريخ والحضارة، فلا يمكن معرفة وسياق القضية الفلسطينية، لأن التهويد الذي تتعرض إليه الأراضي الفلسطينية لا يمكن الاعتماد على ما هو دبلوماسي أو ما هو إنساني لمعالجتها، لأن ذلك ما نلاحظ على أن المتطرفين الإسرائيليين هم الذين يؤججون الأوضاع ويخلقون في الضفة المواجهة في الضفة المعاكسة حركات انتفاضات وعمليات انتقامية وربما عمليات فدائية قد تكون تضر باليهود وبالإسرائيليين. فاليهود في جميع الدول والكل يعلم أنهم مؤمنين، ولا دولة تعطي أوامر للعسكر لكي يعتدوا على اليهود ورغم وجود أحياء سكنية كبرى في كثير من الدول العربية. لكن لماذا السلطات الإسرائيلية تعطي الأوامر وتعطي إشارات إلى العسكر الإسرائيلي ليفعل مثل هذه السلوكات داخل يعني أمام أنظار العالم وداخل مجالات هي محصنة إنسانيا ودينيا وعقديا وحضاريا؟ أنا أقول الوحدة العربية، ويعني يمكن القول على أن الوحدة العربية تحتاج إلى تأثير وتحتاج إلى برنامج وتحتاج إلى تحديد أولويات. فاليوم لا ينبغي أن نكتفي بالإدانة، وخصوصا ونعلم أن إسرائيل تطلب من الدول العربية التطبيع، فما هو مقابل التطبيع؟ هل التطبيع يكون فقط مجاني دون إقرار للسلام؟ إذن ثم أن هناك يعني خطر سيكون مهدد للمنطقة ودوامة العنف منتظرة، لأنه كلما بحثنا في سبل السلام ووجدنا الأبواب موصدة إلا وسينقلب الوضع إلى العكس. فكل الدول تدعو إلى أن تكون هناك تحرك مشترك، والوحدة العربية أن تكون مشتركة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن إسرائيل لا تبدو لديها نية إيقاف الظلم، لأنها تسمع يوميا وتتحدى القارات الدولية وتتحدى هذه المجاملات والمغازلات الدبلوماسية والإنسانية، لأنها لا تؤمن إلا بالقوة وتعتبر بأن تهويد الأراضي الفلسطينية واجب في عقيدة إسرائيل والصهاينة، بل ما تزال العملية معقدة والوتيرة تسير إلى الأسوأ. فاليوم ينبغي أن نقول الاحتلال كفى إراقة للدماء، وكفى اعتداء على المواطنات والمواطنين الفلسطينيين والأطفال، وكفى اعتداء على حرمة العبادة. فالعبادة يجب أن تحترم، وأماكن العبادة يجب أن تحترم، وأراضي الغير ينبغي أن تحترم. فلا يمكن القبول باستمرار مثل هذه الاعتداءات، والوحدة العربية ينبغي أن تبدأ من فلسطين لتجاوز الصعوبات وتجاوز التعقيدات وتجاوز حتى الانقسامات العربية. وكما تعلم الأستاذة الكريمة على أن المغرب يبذل كل الجهود لكي يحرص على تحقيق المعالجة السلمية للقضية الفلسطينية وتوحيد الجهود العربية والفلسطينية داخليا وعربيا، لأننا نحتاج اليوم إلى يقظة سياسية وجهود دبلوماسية والتفاتة إنسانية. ولماذا لا تكون هناك زيارة لوفود عربية إلى القدس وإلى المدن الفلسطينية بشكل يعني عربي موحد للوقوف عند الآثار
وعند والمؤازرة مؤازرة الفلسطينيين ودفع إسرائيل إلى إيقاف يعني ما تقوم به من جرائم. فالتفاوض اليوم هو المخرج لهذه الأزمة، ودعم الأنشطة السلمية والأنشطة الدبلوماسية تكون هي الذريعة الحقيقية لتحقيق السلام. أنا أعتقد بأن فلسطين كجزء جنوبي من بلاد الشام تحتاج اليوم إلى رؤية أيضا حضارية، لأنها أرض الأنبياء وأرض الرسالات وأرض الحضارات، ويجب الوقوف على الجانب التاريخي المهم والجانب الديني والمناقشة، الحوار الديني والحوار التاريخي بين كل الأديان وبين كل الشعوب وكل الحضارات، لأن فلسطين هي قلب الكرة الأرضية دينيا وحضاريا وتاريخيا، وأيضا هي موقع للحروب وللأزمات وللنكبات. ففلسطين تاريخها تاريخ النكبات، والحضارات متقلبة منذ البابليين إلى اليوم، كل الحضارات تعاقبت على فلسطين إلا وخلفت حروب وخلفت أزمات. والمغرب هو اليوم يتزعم هذه اللجنة، لجنة القدس، ومن خلال بيت مال القدس الشريف يتبين على أن المغرب يعني يقوم بواجبة كبيرة جدا للقيام بصيانة مدينة القدس والحفاظ على هويتها وتقديم خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية وتربوية ونسائية، لأن المغرب موجود في فلسطين. لكن ينبغي للعرب كلهم والدول العربية أن تجتمع على كلمة واحدة، وأن تنظر إلى فلسطين بمنظور واحد، وأن يضغطوا على إسرائيل لكي يحققوا حل الدولتين. الحل الوحيد هو وجود دولتين مجاورتين في حدود 67، ولا يمكن للمآثر التاريخية وللهوية الفلسطينية وللهوية الدينية أن تتأثر نتيجة هذا التدخل الشنيع للإسرائيليين. دكتور وادي، ألم يحن بعد لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية حقيقية أمام هذه المواصلة في الاستفزازات واختراق القانون الدولي والتعدي الصارخ على القدس والمقدسيين والفلسطينيين؟ سؤال مهم، وهو في صميم وجوهر دعم القضية الفلسطينية التي يتضرع بها الاحتلال وقادة الاحتلال، أن هناك انقسام وأن الضفة بوحدها والقدس بوحدها وغزة بوحدها، وبالتالي لا يوجد هنا قيادة موحدة للفلسطين حتى نتفاوض معها على المستقبل القريب أو البعيد في عملية سلام بعيدة المدى، رغم أن ما تدعيه أو تزعمه الحكومات المتعاقبة إلى إسرائيل هي مجرد أقاويل وأكاذيب عارية عن الصحة. والدليل أن اتفاق أوسلو كان مكتوبا فيه أن تنفذ دولة فلسطينية بعد 10 سنوات من تاريخ الاتفاق، وندرك أن الاتفاق كان عام 1994 اتفاق أوسلو، والآن مر عليه أكثر من يعني 18 أو يعني سنوات عديدة ولم ينفذ. الانقسام الفلسطيني الذي حدث بين حركة فتح وحماس عام 2007 هو طعن في ظهر القضية الفلسطينية، ولابد أن يعالج وبسرعة لترجع الوحدة واللحمة الفلسطينية. ولكن مع الأسف الشديد أن الجهود التي بذلتها الشقيقة جمهورية مصر العربية في محاولة رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية المتخاصمة أو المتناحرة على الكرسي كما يقال، وتحديدا حركة فتح وحماس، لم تنتج بشيء بين الطرفين. كذلك انتقلت إلى السعودية وانتقلت إلى العديد من الأماكن، آخرها كانت الزيارات إلى موسكو، والآن هناك مساعي جزائرية إلى محاولة رأب الصدع. مع الأسف الشديد الانقسام الفلسطيني كان قرار داخلي، عندما قامت حركة حماس بتنفيذ انقلاب عسكري أو كما يقول حسم عسكري. الآن القرار أصبح فيه مؤثرين من اللاعبين الدوليين والإقليميين، كلما اقتربت حركة حماس وفتح من توقيع اتفاق مصالحة ومحاولة إنشاء حكومة وحدة وطنية نرى تأثير تلك الدول الإقليمية وحتى الدولية التي تؤثر وتضع شروطها على حركة حماس، وكذلك حماس تضع شروطها على حركة فتح. حماس تطالب بمحاولة إعادة تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني ومحاولة تقاسم الأدوار، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة
سبب أيضا شرخا عميقا في العلاقات بين الطرفين، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على موقف القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة وحتى في التحرك الدبلوماسي العربي الموحد باتجاه محاولة إنصاف القضية الفلسطينية أو مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار اللي هو إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. المملكة المغربية كان لها دور بناء في هذا الجانب ولها علاقات حميدة مع الطرفين، وندرك أن قائد كان زعيم حركة حماس السابق خالد مشعل قد زار المغرب في 2017، ومؤخرا قد زار زعيم حركة حماس الحالي إسماعيل هنية المغرب، وأن هناك علاقات حميدة مع الرئيس الفلسطيني والملك محمد السادس، وبالتالي كان ولا بد أن يكون هناك تدخلات في محاولة إنهاء هذا الانقسام الذي أصاب الجسم الفلسطيني بالشلل، وقد انعكس على العديد من المواقف الذي اتضحت بين الضفة وغزة ومحاولة الاحتلال اللعب على هذا الوطن. طبعا هناك وبصراحة ووضوح هناك أيضا تأثير إلى إيران في هذا الجانب وفي هذا الملف التي دائما تحاول أن تضع شروطها. الانقسام يجب أن ينتهي سريعا، ومع الأسف الشديد أن القرار أصبح إقليميا ودوليا. هناك أيضا مطالب وشروط إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض الذي تشترط إذا حصل تقارب ومصالحة بين حركة حماس وفتح يجب أن تعترف حركة حماس بالشرعية الدولية وبالقرارات الدولية وأن تلتزم بالقرارات الدولية وأن تعترف بإسرائيل كما اعترفت بها منظمة التحرير الفلسطينية على سبيل أن تشارك في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. طبعا حركة حماس لها الحق أن ترفض هذه الشروط وهذه المطالب، ومن حقها أن تعطي رأيها السياسي كحزب أو كحركة، ونفس الأمر ما يحصل مع حركة فتح التي يعني احتكمت على كرسي الرئاسة من عام 2009 التي تاريخ انتهاء صلاحية فترة الرئاسية للرئيس محمود عباس الذي جاء في عام 2004 بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله. هذه الأمور لابد أن توضع في ميزان المناقشة الداخلية بين الأطراف الفلسطينية، وأن يكون هناك ضغط عربي فاعل على تلك الأطراف لرأب الصدع، ونأمل إن شاء الله من الأخوة في الجزائر أن يقوموا بهذا الدور، رغم أن الأمر يعني الصعوبة بمكان تحقيق هذا الهدف من 2007 إلى الآن، ونحن نشاهد المحاورات والمداولات بين الطرفين ولكن بدون أي نتيجة، وهذا يؤسفنا ويضعفنا كفلسطينيين أمام العالم وأمام الصديق قبل العدو. دكتور غباشي، لنركز كذلك على المساعدات الإنسانية، على الحضور المغربي الإنساني في فلسطين ومن خلال بيت مال القدس كما تعرف. سؤال مهم جدا، بس طب ما تخليني اقول حاجه بالنسبه للخلاف الفلسطيني، تفضل. لانه هو انا بطرح سؤال في هذا الخلاف الفلسطيني، الولايات المتحده الامريكيه راغبه في وجود صلح فلسطيني؟ ده سؤال. اسرائيل عايزه صلح ما بين حماس وما بين فتح؟ ده سؤال تاني. السؤال الاهم، السؤال الاهم، هل الفلسطينيون يريدون الصلح فعلا؟ نعم الفلسطينيين، بس هناك شروط من خارج نطاق الفلسطينيين خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل تعجز أو يعني تمنع وجود هذا الصلح. بمعنى إذا تم هذا الصلح وأجريت انتخابات وفازت حماس مرة أخرى وشكلت حكومة فلسطينية، هل تتعامل معها أمريكا؟ هل تتعامل معها إسرائيل؟ هل يتعامل معها العالم الغربي؟ هو ده السؤال المحرج، ما فيش حد هيجاوبك عليه وما فيش حد هيطرحه بالمناسبة. ليه؟ ولكن المفروض أننا عندما ندافع عن أرض، عن وطن، لا قيمة للكراسي ولا للرئاسة ولا لسدة الحكم.
صحيح صحيح، كلامك مهم جدا. عندما ندافع عن الوطن لا قيمة للكراسي ولا قيمة للمناصب ولا قيمة لأي شيء، والوحدة الفلسطينية ضرورية للغاية، لكن انت عندك شروخ كبيرة جدا وضعت داخل هذه الوحدة، ما بين طرف يرى أن التفاوض والإقرار بالقوانين والاتفاقيات الدولية ضرورة، وطرف آخر يرى أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية اللي على أساس إسرائيل غير راغبة. يعني هل إسرائيل فعلا عندها رغبة بإقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية؟ ارجعي لمحضر تسليم رئاسة وزراء إسرائيل ما بين بنت وما بين نتنياهو. نتنياهو قال جملة واحدة بس: نجحنا حتى هذا التاريخ في أن لا توجد دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية التي تهدد وجودية الدولة الإسرائيلية، ولن نسمح بذلك. بنت نفسه مفترض أن وزير خارجيته إذا استمرت هذه الحكومة على هذا الوضع أن يستلم رئاسة الوزراء، قال لو فتحت أبواب تفاوض أو فتحت أبواب تفاوض بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي سوف تسقط هذه الحكومة. من الآخر، لا إسرائيل هتدي دولة فلسطينية مفيش كلام فيها، ولا الولايات المتحدة الأمريكية راغبة في ده. وارجعي إلى محضر اجتماعات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أو وضع السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، يعني هتقري فيها كلام محرج للغاية في هذا النطاق. عشان ما خرجش برا نطاق الموضوع، أنا متصور أن الصلح الفلسطيني فيتو أمريكي وفيتو إسرائيلي، وعليك أنك أنت تتغلبي عن هذا الفيتو وهذا الفيتو لكي نستطيع أن نصل إلى صلح فلسطيني فلسطيني. الجانب العربي يبذل جهد كبير، المملكة المغربية تحديدا، المملكة الأردنية الهاشمية تحديدا، جمهورية مصر العربية تبذل جهد كبير جدا ما بين الطرفين، وحملت على عاتقها مسؤولية كثير جدا من عمليات التهدئة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من أول مواجهة تمت في 2008 2012 2014 2021. طيب الآن بقية قليل من الوقت، ما المطلوب منا اليوم لنساند ونذود عن القضية الفلسطينية ونساند المقدسيين في صراعهم على الأرض المقدسة؟ أنا بأحييك ابتداء على هذه الأسئلة الصريحة صريحة المباشرة. ليه؟ لأنه هنا هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. هل نستطيع مطلوب من العالم العربي أن تكون ردود أفعاله؟ أنا ليه قلت لك ارجعي إلى محضر اجتماعات أو محضر توقيع ترامب على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ لأن نيكي هيلي المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة قالت وقعنا هذا القرار يوم الثلاثاء فجرا، وظللنا حتى السبت وانتظرنا أن السماء سوف تنطبق على الأرض ولم نرى شيئا. قالت جملة مشابهة لها جولدا ماير سابقا. وارجعي إلى كلام جولدا ماير عندما جاء بالمسجد الأقصى حريق 1969، قالت كلام الحقيقة محرج للغاية للعالم العربي: ظللت ساهرة طوال الصباح إدراكا مني في الصباح بأني سوف أرى جيوشا جرارة غيرة على المسجد الأقصى، وعندما أتى الصباح لم أرى شيئا، أدركت أنني أمام أمة نائمة نستطيع أن نفعل أي شيء. مش عايز أخدك في الكلام ده كتير، لأنه هنا الوضع الفلسطيني فيه شكل من أشكال المرارة. نتحدث كثيرا وبيانات كثيرة واجتماعات كثيرة، لكن في النهاية هل هناك حجم التأثير العربي أو وضع العالم العربي مقرراته مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وصولا لحل القضية الفلسطينية؟ هنري كيسنجر بعد 73 قال احنا عملنا الوكالة الدولية للطاقة لما العالم العربي استخدم سلاح النفط في حرب 73 وأظلمت كثير جدا من المدن الأمريكية ومدن ألمانية والعالم الغربي، يعني اشتكى شكاوى مرة. بالمجمل عايزين ردود الأفعال العربية ترتقي إلى خطورة هذه الأحداث. لا شك أن المملكة المغربية تبذل جهد جهيد في هذه المسألة، مش من النهاردة، من 75 حتى هذا التاريخ. طيب دكتور، المملكة الأردنية الهاشمية تبذل جهد، جمهورية مصر العربية تبذل جهد، لكن محتاجين قرار. طيب. هذا القرار نقول عمليات التطبيع متوقفة، نقول أن العلاقات بيننا وبين الكيان الإسرائيلي والجانب الأمريكي
تستطيع أن تتأثر أو تتضرر طالما لم تحل هذه القضية، تكون رسالتنا للجانب الإسرائيلي إما دولة فلسطينية أو إما أن تكون العلاقات واضح تماما. طيب أختم معك، شكرا جزيلا لك الدكتور دردالي. والحال أن أغلبنا يضع يديه على أعينه ولا يضع يديه أبدا، لا يريد أن يضعها في جيوبه كذلك. كيف ستتصرف المملكة المغربية في المقبل من أيام؟ ما هي أجندتها للتحرك من أجل مواصلة دعم المقدسيين خاصة؟ طبعا أستاذة جوهرة، هناك دقيقتين من خلال الاجتماعات تكتفي بالإدانة، وهناك دول تقوم بمبادرات. فالمملكة المغربية تقود مشاريع للتنمية البشرية في مدينة القدس، سواء من خلال مشاريع تنموية العيش الكريم وكفالة الأيتام وكفالة المسنين وأيضا الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم برامج كثيرة من مساعدة في رمضان وترميم المدارس وترميم المآتم التاريخية. فالمملكة المغربية حاضرة في حياة الفلسطينيين ولا سيما في مدينة القدس. فاليوم المطلوب في الأيام القادمة هو خلق برامج جديدة، يعني ربما تكون يعني تستحضر معاناة الفلسطينيين وصمود سكان القدس المرابطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي. طبعا الدعم المادي والدعم المعنوي في قادم الأيام ينبغي أن يكون هو الخطوة التي ينبغي أن تقبل عليها كل الدول العربية. ولماذا الأموال موجودة؟ ولماذا الشعوب موجودة؟ وكل المقدرات والقدرات فهي موجودة، لكن المبادرات قليلة ونادرة. فما يمكن في القادم من الأيام أن يدفع المغرب كل الدول العربية إلى أن تشارك في برامج يعني تنموية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مدينة القدس، والدفع بالحفاظ على القدس الشريف وعلى هذه المدينة التاريخية بكل ما تحمل الدول العربية من قدرات. فأكيد بأن المستقبل هو للسلام، وخيار الحرب يبقى استثنائي. فإن حلت الحرب محل السلام حلت الكارثة العظمى. والمستقبل ينبغي أن نراهن على السلام وعلى فصل الدولتين، والمغرب أمامه كل قدرات لكي يدعم ماديا ومعنويا في جميع المجالات. الأستاذ جوهر، شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد درداري، شكر موصول كذلك للدكتور مختار غباشي وللدكتور عبد الحكيم وادي. كنت جدا سعيدة باستضافتكم، شكرا جزيلا لكم على كل ما تفضلتم به، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير.